اهلا بك يا شباب. اونر 7 ايه واحد من ارخص الاجهزه المتوفره حاليا في السوق المصري، وتم اصداره من اسبوعين تقريبا. واونر شركه مش جديده في السوق المصري، معظمنا شايف البراند ده، ولكن الجديد في الموضوع ان الموبايل نازل بتوكيل وضمان رايه اللي هو مفصل تماما عن هواوي، ولكن الموبايل زي ما احنا هنشوف بيستخدم مواجهه هواوي. سعر الموبايل حوالي 2400 جنيه حاليا في السوق المصري، واظن ان السعر مناسب جدا للمواصفات اللي بيقدمها لنا الموبايل، ويعتبر منافس قوي لشاومي وانفينكس في نفس الفئه السعريه. محتويات علبه الشاشه زي ما احنا شايفين عباره عن شاحن 5 فولت 1 امبير، لا يدعم الشحن السريع، وكابل الشحن من نوع مايكرو اس بي، مع عندي فري صوتها كويس، وجراب حمايه من بلاستيك ناشف نسبيا مش سيليكون، ومع الجراب موجود ستيكر على الجهاز، ستيكر من البلاستيك. انصحك تستخدم الموبايل بالستيكر ده لغايه ما تشيل الستيكر وتركب السكرين الازاز اللي ان شاء الله هنلاقيها متوفره. اول حاجه تصميم الموبايل بيجي بالتصميم من البلاستيك بالكامل، ولكن ملمس الخامات المصنع منها الموبايل ممتاز وافضل جدا من الخامات اللي احنا شفناها في الواي 7 برايم 2018. الحقيقه كانت خامات ضعيفه نسبيا. الجهاز جاي بوزن خفيف 150 جرام، وشاشه بمقاس 5.7 بوصه، طبعا جاي بالترند الجديد والمقاسات الجديده 18 الى 9، من نوع اي بي اس ال سي دي، بكثافه بكسلات اكتر من 280 بكسل لكل بوصه، مع احدث نظام تشغيل اوريو 8.0 وواجهه الاستخدام الثقيله الاي ام يو اي 8.0 اللي جايه من شركه هواوي، مع معالج متوسط الاداء من نوع سناب دراجون 430 بمعماريه بتستهلك طاقه اعلى نسبيا من اللي بيقدمها لنا شاومي ريدمي 5 وريدمي 5 بلس، معماريه 28 نانومتر، مع معالج رسوميات ادرينو 505 وذاكره داخليه 16 جيجا، متاح لك اقل من 10 جيجا، ورامات 2 جيجا. الموبايل بيدعم امكانيه تركيب خطين منفصلين، وبيدعم خدمات الجيل الرابع، وامكانيه تركيب ذاكره داخليه علشان يحل لنا مشكلة الذاكرة الداخلية القليلة. تصميم الموبايل ومسكته مريحة جدا، خصوصا مع الوزن الخفيف وعدم وجود بروز كبير على الكاميرا. وملاحظتي على التصميم هو الإطار اللامع اللي مع الوقت غالبا بيتقشر، ولكن مش هتلاحظ أي فراغات في ظهر الموبايل. ونصيحتي إن أنت تستخدم الجراب المرفق مع الجهاز، مش هيحسسك إن الموبايل ضخم ولا حاجة، حط الجراب واستخدمه، هتبقى تجربتك الحقيقة هتبقى تجربة كويسة جدا. تصميم الموبايل هو تصميم الكلاسيكي اللي فيها نلاقي زرار باور وزرار خفض رفع الصوت في جانب واحد، وتحت هنلاقي مدخل الشحن، وعلى الجانب اليمين السماعة اللي هي بالمناسبة جد صوتها في الموبايل ده ممتاز جدا جدا، وعلى الجانب التاني واخد نفس الشكل المايك الرئيسي الخاص بالمكالمات، واخد نفس شكل السماعة، والحقيقة بس عشان تحافظ على السيمترية مش أكتر، ولكن الجانب الشمال في الجهاز هنا مش سماعة زي ما الناس كلها هتفتكر. وبالحديث عن الشاشة، الشاشة هنا جاية من نوع IPS LCD، ومش هتلاحظ انها مبكسلة او فيها اي مشاكل في زوايا الرؤية او سطوة تحت اضاءة الشمس، ولا هتلاحظ سخونة في زراير الباك وريسنت ابس مع الهوم زي ما شفنا في الواي 7 برايم والواي 9 الى حد ما. هتشغل لك فيديوهات اليوتيوب بدقة بتوصل لألف لغاية 720 بدقة HD، طبعا مش هشغل دقة فول HD اللي هي 1080. هنتقل بعد كده الى اداء الموبايل. زي ما احنا شايفين اداء الموبايل حقيقة اداء كويس جدا جدا، ولكن عندي ملحوظة في قصة الاداء. الجهاز جاي بمعالج يعتبر قديم نسبيا ويعتبر متوسط، ولا انصح ان انت تستخدم الموبايل ده استخدام تقيل ومكثف في العاب تقيلة بقى وبرامج تقيلة واستخدام مكثف طول النهار، او انت تكون شاري موبايل على اساس ان انت جاي من فئة اعلى. الجهاز ده مش هيقدم لك تجربة كويسة جدا في تجربة الالعاب والاداء، مش هيقدم لك تجربة كبيرة. قصة المالتي تاسكينج أو المهام المتعددة أثناء الاستخدام، أنت مثلا تفتح برنامج وتقفل برنامج، تروح للكاميرا وتقفل الكاميرا، تروح لوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب والكلام ده، ولكن هتلاحظ وجود تهنيجات كتيرة. والحقيقة الجهاز ده واحد من أسوأ الموبايلات اللي استخدمتها في الفترة الأخيرة زي ما احنا هنشوف في قصة المالتي تاسكينج. وهنا ليه تعليق على واجهة هواوي. واجهة هواوي حقيقة مليانة انيميشن كتير ومليئة بالجرافيك، وتعتبر تقيلة على جهاز جاي بسناب دراجون 430. الحقيقة المفروض يقللوا يخففوا الواجهة دي، والواجهة دي لو زي ما احنا لاحظين هنلاقي برامج كتيرة مرفقة مع السوفت وير، وهنلاقي ألعاب كتيرة تقدر تلغيها عشان تحسن الأداء نسبيا وعشان تحسن استهلاك الرام نسبيا. وهننتقل بعد كده زي ما احنا شايفين، طبعا دي تجربه مش لطيفه جدا جدا بالنسبه
للمالتي تاسكينج والاداء، وهتتعب لو انت هتعتمد، لو انت جايب الموبايل ده عشان تعتمد عليه على استخدام مكثف زي ما احنا قلنا. ولكن بننظر للموبايل في بنظره اشمل، ان هو جاي بسعر 2400 جنيه، واظن السعر مناسب الى حد ما للمواصفات اللي بيقدمها لنا. الجهاز بيقدم لنا قارئ بصمه في مكان كويس جدا على ظهر الجهاز، واداؤه بطيء نسبيا ولكنه جيد من حيث الدقه، وبيقدم لنا وسيله حمايه جديده الفيس انلوك. انا لا انصح ان انت تعتمد عليها كاعتماد رئيسي او كحمايه رئيسيه، هي طبعا بطيئه الى حد ما وبتغلط في بعض المرات. والبصمه الحقيقه بتقدم لنا اختصارات كتيره زي ما هنشوف مع بعض: التقاط الصوره او فيديو، رد على المكالمات، ايقاف المنبه، ان انت تقدر تنزل لوحه الاشعارات، ان انت تقدر تقلب الصور اللي موجوده في المعرض الصور. وعندنا وسيله اختصارات تانية او ادوات مساعده ذكاء تقدر توصل لها من خلال الاعدادات، وهتلاقي فيها ادوات كتيره هتخلي استخدامك للموبايل اسهل واسرع، زي امكانيه استخدام بايد واحده، امكانيه كتم المكالمات الوارده وكتم المنبه، مع وجود امكانيه لطيفه ان تقدر دبل تاب تو ويك، ان تقدر تفتح الموبايل بضغطتين على الشاشه، وقبل ما تفتح وسيله الامان او الحمايه اللي على الجهاز سواء الشبلونه او البصمه تقدر تعمل ضغطتين تاني عشان تقفل الجهاز. طبعا لو فتحت البصمه او الشبلونه الخاصه بالحمايه الباترن يعني، مش هتقدر ان انت تعمل دبل تاب تو سليب، انت مش هتقدر تعمل ضغطتين عشان تقفل الموبايل تاني، ضغطتين هتبقى شغاله قبل ما تفتح وسيله الحمايه اللي موجوده على الجهاز. شحن الموبايل بيستغرق وقت طويل نسبيا، اكتر من ساعتين ونص، بالشاحن المرفق مع الهاتف. هو شاحن عادي 5 فولت 1 امبير. سماعه الجهاز الرئيسيه موجوده على الجانب اليمين، وصوتها قوي جدا وصوت عالي زي ما قلنا مع بعض، وده هتلاحظها اول ما تفتح الموبايل من كرتونه الشراء. والحقيقه بيقدم لنا ميزه مهمه جدا في السماعه ما كانتش موجوده في الواي 7 برايم والواي 9 اللي اغلى منه بحوالي 2000 جنيه. مدخل الهاند فري موجود في مكان ممتاز اعلى الموبايل، واعلى الموبايل في واجهه الجهاز هنلاقي الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل، وخلف الجهاز هنلاقي الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل، كما اساسيه بتصور فيديوهات اليوتيوب بدقه توصل ل 1080. واداء الكاميرا في ظروف الاضاءه المتنوعه اداء ممتاز، ولكن في الاضاءه الخافته هتلاحظ نويز كتير وتشويش كتير في الكاميرا، وده مقبول في الفئه السعريه اللي جاي بيها الجهاز. اخيرا هنتكلم عن مميزات اضافيه بتميز الجهاز ده. الجهاز مدعوم بلمبه اشعارات ومدعوم بمايك عازل للضوضاء، ولمبه الاشعارات هنا بتقدم لك اكتر من لون، ودي حاجه كويسه جدا. في حاجه خاصه بامان الجهاز، هو معدل امتصاص النووي المعروف اختصارا بالاس اي ار، وده بيقدم لنا رقم كويس جدا، بيقدم لنا 88 من 100 واط لكل كيلو جرام، وهو الحقيقه جهاز هنا امن جدا من حيث الاستخدام. ومعلومه اخيره بنحب نضيفها، ان الجهاز ده متوافق مع مواصفات الاتحاد الاوروبي الخاصه بالمواد الكيماويه الخطره، او حظر المواد الكيماويه الخطره المعروفه اختصارا بالار او اتش اس او روز والريتش. الروز دي بنشوفها على معظم المنتجات اللي جايه لنا من الصين مثلا او جايه لنا من بره مصر، ودي خاصه بالمواد الخطيره زي الزئبق والكادميوم وبعض المواد، هم 6 مواد تقريبا. فبنحب بس نستعرضها في مراجعتنا، وقولوا لنا رايكم في اضافه القصه دي لمراجعتنا. في نهايه الفيديو يا جماعه بنحب نقدم لكم راينا في الجهاز. الجهاز ده ممتاز جدا جدا، ولكن مش هتقدر تعتمد عليه اعتماد كلي لو انت جاي من فئه اعلى منه. لو انت جاي من فئه اقل منه او من فئه اقتصاديه او موبايلات زي انفينكس مثلا اللي بتستخدم معالجات ميديا تك، الجهاز ده هيبقى اداؤه كويس جدا جدا معاك، ولكن ناخد بالنا من قصه الاداء زي ما احنا استعرضنا في الموبايل. بنحب نقدم لكم شكرا جزيلا متابعينا الأعزاء، احنا وصلنا 13,000 مشترك، دي حاجة يعني ممتازة جدا جدا. ألف شكر يا جماعة، ورمضان كريم عليكم وإلى اللقاء.